النوتيلا مين فينا ما بيحبهاش؟ كل اللي بيعشق الشوكولاتة اكيد هيحبوا النوتيلا، كبار وصغيرين، وخصوصا الصغيرين بيحبوها جدا جدا، وبيحبوها كمان في سندوتشات المدارس. رحت السوبر ماركت لقيت الاسعار بقت فلكية جدا، والعبوات صغيرة جدا، والطعم كمان ما عجبنيش قوي. عشان تجيبي نوتيلا طعمها حلو لازم يكون سعرها غالي عشان تضمني مكوناتها تكون جودتها عالية. هعلمك ازاي تعمليها في البيت وبربع تمن الجاهزة، نفس القوام نفس الطعم نفس الريحة، حلوة جدا موفرة جدا جدا. شايفين هنا بعد ما بردت تحفة، هتعمليها بنفس الطريقة وهتبقى متماسكة ومن غير جيلاتين او عسل جلوكوز. انا توتي ودي قناتي، اهلا بيكم في وصفة جديدة من مطبخ توتي. هنعمل النوتيلا، متحفزة جدا للفيديو، طعمها حلو جدا جدا لما عملتها. تابع معايا الفيديو عشان تعرفي انا عملتها ازاي. في البداية انا عندي نص كوباية من اللبن، لبن عادي بدرجة حرارة الغرفة، يا ريت لبن يكون كامل الدسم عشان تاخدي طعم حلو. هضيف على اللبن ربع كوباية من السكر، سكر حبيبات ناعم، مش لازم يكون سكر بودرة، لكن في نفس الوقت ما يبقاش خشن عشان تاخدي قوام مظبوط للنوتيلا بتاعتك. هضيف على اللبن والسكر كيس من النسكافيه، ويفضل النسكافيه يكون بطعم البندق عشان تاخدي طعم البندق، ولو عندك نكهة البندق هتضيفي كام قطرة كده على اللبن عشان تاخدي نكهة البندق. انا دخلت اللبن والسكر والنسكافيه الميكروويف، الخليط بقى سخن جدا جدا. ممكن في الخطوة دي تستبدليها، نحطيهم كلهم في طاسة وترفعيهم على النار لحد ما يسخنوا. قلبت السكر كويس جدا في اللبن مع النسكافيه، وهضيف كمان نص كوباية من الشوكولاتة. انا استخدمت شوكولاتة فاتحة، وضروري في الوصفة دي الشوكولاتة تبقى فاتحة عشان تديك لون الجاهزة وتديك طعم حلو كمان. استخدمي شوكولاتة يكون نوعها كويس عشان تاخدي نتيجة كويسة للنوتيلا بتاعتك. انا الشوكولاتة كنت مقطعاها قطع صغيرة، وعلى سخونية اللبن هبتدي اقلبها كده، عايزة الشوكولاتة دي تسيح خالص. الخطوة دي ممكن ترفعيهم على النار، بس انا عشان وقت التصوير عايزة اصور بسرعة دخلت اللبن الميكرويف، فكان هنا سخن جدا جدا، في دقيقة الميكرويف سخنه. هنا خلاص الشوكولاتة ابتدت تسيح، ولو اتبقى معاها فيها يعني قطع صغيرة في القعر سيبيها هي هتسيح على سخونية اللبن. هركن بقى اللبن بالشوكولاتة والنسكافيه والسكر على جنب لحد ما يبرد، هو سخن جدا انا عايزاه يبقى بارد. الجزء التاني من الخطوات، عندي هنا ربع كوباية من السكر زي ما اتفقنا، سكر حبيبات ناعم، وعندي نص كوباية من اللبن البودر. الكوباية اللي انا بعير بيها المقادير هي كوباية واحدة لكل المقادير عشان تظبط الوصفة معاكي. وهضيف كمان حوالي معلقتين كبار من الكاكاو، استخدمي كاكاو فاتح، بلاش الكاكاو بتاعة الشرب، ممكن تستخدمي كاكاو دريم او كاكاو نسكويك. كل ما تستخدمي خامات جودتها عالية كل ما هتاخدي نتيجة احلى للوصفة بتاعتك. المعلقتين حوالي ربع كوباية من الكاكاو، عندي هنا معلقة كبيرة هرمية من الكريم شانتيه، المعلقة عشان ما كانتش مليانة قوي انا هزود شوية، بس هي معلقة هرمية كفاية جدا. وعندي رشة كده صغيرة من الملح عشان تبرزلي النكهات. دي كده كل المكونات اللي انا هستخدمها، السكر واللبن البودر والكاكاو وكمان معلقة الكريم شانتيه وذرة الملح. دي كده المكونات الجافة كلها، هضيف عليها ربع كوباية من اللبن. انا عايزاكي تركزي في الخطوات وفي المقادير عشان تاخدي نفس النتيجة. هبتدي بقى بالهاند بلندر او في الخلاط اخلطهم كويس جدا جدا، انا عايزة المكونات تمتزج تماما، مش عايزة يبقى فيها اي تكتلات، عايزاها تبقى ناعمة. شايفين اللون امتزجت المكونات كويس جدا. هبتدي بقى اضيف المكونات الاولانيه اللي هي النسكافيه واللبن والسكر والشوكولاته، الشوكولاته نص كوبايه هنا دابوا، حتى لو اتبقى قطع صغيره مفيش مشكله، الهاند بلندر هتدوبهم او لو هتستخدمي خلاط هيخلطهم كويس جدا.
هضيفهم بقى على المكونات اللي انا خلطتها. لو انتي لسه متابعة معايا الفيديو اعملي لايك للفيديو عشان الكل يستفيد، واشتركي في القناة عشان يوصلك كل جديد. هخلط بقى المكونات مع بعض كويس جدا، يعني حوالي 10 دقايق 7 دقايق متواصلين كده. هطفي واشغل الهاند بلندر، انا كنت بطفي واشغل الكاميرا علشان ما اطولش عليكم الفيديو، بس انتي لو في البيت يعني شغلي 2 3 دقايق وريحي الهاند بلندر او الخلاط وشغليه تاني وهكذا. اخر خطوة معايا انا عندي هنا دي نص كوباية، نص كوباية من زيت على زبدة، يعني الربع كوباية زبدة والربع كوباية زيت. ممكن تستخدميها كلها زيت، بس انا بفضل ان انت تستخدمي ربع كوباية زبدة. الزبدة هتعلي القيمة الغذائية، وخصوصا لو انت هتعملي الوصفة دي للاطفال، وهتحسن من القوام، هتديله تقل، وكمان هتديني طعم جميل. هضيف بقى المادة الدهنية على مرحلتين، مش هضيفها على مرحلة واحدة، وهبتدي برضو اخلط بالهاند بلندر. هسيب لكم في صندوق الوصف كيكة جميلة جدا انا كنت عاملاها شوكولاتة، وعاملاها بالجناش الاقتصادي، مستخدمتش الشوكولاتة خالص في الوصفة دي، كان طعمها حلو جدا جدا وطريقتها سهلة قوي. هسيبها لكم في صندوق الوصف. اخلطي بقى كويس جدا جدا المكونات مع بعض. انا عايزة القوام يبقى تقيل وناعم وكريمي، وعلى فكرة انت كل ما تخلطي كل ما القوام هيتقل معاكي. الزيت مع المكونات اللي ضفناها والزبدة كل ما تخلطي هيتقلوا، وخصوصا لما يبردوا هيبان القوام كمان. هنا انا ضفت الجزء الباقي من المادة الدهنية اللي هي الزيت والزبدة، وهبتدي اخلط تاني. اخلطي بقى كويس جدا جدا، خلي المكونات تمتزج كده مع بعضها، هي تقل القوام، مش هيبان دلوقتي، هيبان لما تبرد، بس على قد ما تقدري اخلطيها، لانها برضو انتي هتحسي بدراع الهاند بلندر كل ما هيتقل معاكي، كل ما هتعرفي ان الخليط تقل معاكي. بص هنا القوام اتغير ازاي وتقل، وحجمه زاد كمان، شايفين اللون جميل ازاي، عشان احنا مستخدمين كاكاو فاتح وشوكولاتة كمان فاتحة. شايفين بقى القمر والحلويات، شايفين القوام، شايفين اللون، شايفينها ناعمة وسلسة ازاي، شايفينها حتى كمان تقيلة ازاي، وهي لسه انا عاملاها لسه ما بردتش. طعمها حلو جدا جدا جدا، انا متحمسة جدا للوصفة دي، اتمنى تجربوه وتكتبولي في التعليقات. كل اللي عندهم اطفال الوصفة دي هتعجبهم جدا جدا، وانا كمان عملت الوصفة دي بعد سيرش كتير على كل الوصفات اللي عملتها كل القنوات الزميلة، فدي كانت اقرب نتيجة للجاهزة. فانتوا هنا بتاخدوا الخلاصة، دايما بعمل لكم حاجات ببقى واثقة منها وببقى مجرباها ومتأكدة من جودتها ومن طعمها. شايفين اللون قمر ازاي؟ طبعا انت لما تعمليها في البيت هتبقى ارخص واوفر بكتير، يعني العبوة الواحدة ب160 جنيه، انا شفتها حجم قب واحد من القبات اللي انا عاملاها دي، لانه انا بتكلم عن النوتيلا الاصلي مش التقليد. شايفين؟ شايفين القوام سلس وناعم، مفهوش تكتلات، اللون حلو جدا جدا من الكاكاو من الشوكولاتة، يعني هي تعتبر تقيلة برضو مش خفيفة. وعايزين تعرفوا قوامها مظبوط ازاي، شايفين ظهر المعلقة، شايفين انا لما عملت فاصل النوتيلا ما ساحتش على بعضها، ده دليل انها تقيلة، تقيلة حتى لو هي لسه سخنة ما بردتش، او هي مش سخنة، هي بدرجة حرارة الغرفة، يعني كان كمان الجو عندي حر، المطبخ حر، فمخليها سايحة. هدخلها بقى التلاجة وهوريها لكم تاني يوم قوامها عامل ازاي. بص انا بقرب لكم هنا، شايفين اللمعة اللي فيها، شايفين لونها، شايفين القمر والحلويات. هنا بقى تاني يوم بعد ما خرجتها من التلاجة، شايفين تماسكت جدا جدا، باين على السطح بتاعها انها تماسكت، اللون تحفة، بنفس اللون اللي احنا عملناها بيه، ما غمقتش وما اتغيرتش. شايفين متماسكة ازاي، مش سايحة خالص.
هوريكوا بقى القوام بتاعها. شايفين؟ شايفين الجمال والتقل؟ شايفين الأمارات والحلويات؟ توتي عملت عظمة النهاردة. شايفين؟ شايفين الجمال والقشطات والحلويات والعسلات؟ لذيذة جدا لما دقتها، أتمنى تجربوها، هتعجبكم جدا جدا. عارفين انتوا لو عملتوا الوصفة دي وقدمتوها لحد ما يعرفش ان انتوا اللي عاملينها، مش هيعرف انها معمولة في البيت خالص على فكرة، من جمالها ومن حلاوتها ومن قوامها ومن طعمها الجميل جدا. ممكن تستخدموا الوصفة دي كمان في تزيين الحلويات غير السندوتشات للأولاد، ممكن تحشوا بيها كمان إكلير، تحشوا بيها تورتة، يعني حلوة جدا جدا. حابة تعملي كيكة وشوكولاتة وعايزة لها صوص، هتاخدي معلقتين كبار على ربع كوباية لبن وهتغطي بيها الكيكة، هيبقى عندك أحلى صوص شوكولاتة للكيكة. شايفين بقى هنا أنا بدوقها، كان طعمها فظيع 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 فظيع. أتمنى تجربوها فعلا، الوصفة سهلة وحلوة، ممكن ما تكونش بالنسبة لكتير اقتصادية، لكنها اوفر بكتير من ان انت تشتري العبوة الجاهزة. كمان عايزة اقول لكم ان العبوة الجاهزة بيبقى المادة الدهنية اللي فيها كتيرة جدا جدا، لان المادة الدهنية هي اللي بتخلي المكونات تربط وتتقل. احنا هنا حاطين لبن بودر، حاطين شوكولاتة نوعها كويس، حاطين كاكاو نوعها كويس، مهتمين بالخامات، فالنتيجة حقيقي روعة. اتمنى تجربوها، اكتبوا لي في التعليقات. يلا اعملوا بقى شير كتير للفيديو عشان الكل يستفيد، واعملوا لايك عشان الفيديو يترفع. اتمنى الفيديو ده يبقى فيديو المليون، ساعدوني. جربيها بطريقتي، ولو عجبتك طريقتي ادعي لي دعوة حلوة، متأكدة انها تعجبك. وما تنسوش بقى شايفين القوام تقيل جميل ازاي. ما تنسونيش بقى بدعوة حلوة، استنوني في الفيديو الجاي قريب ان شاء الله، وصفات جميلة من مطبخ توتي. سلام.